لنا لقاء مع إحدى أولياء الأمور لبطلة داخل أكاديمية دريم تحت رعاية دكتورة نورهان محمد مدبولي. عايزة تقول رأيها وعايزة تقول كلمة حق وعايزة تقول يعني بنتها عاملة إزاي داخل هذه الأكاديمية وإزاي شعورها وإزاي هي فرحانة ومبسوطة. فهي طالعة بتقول شهادة حق صح؟ معانا الأستاذة أميرة. أهلا بيكي يا أستاذة أميرة. أستاذة شروق اهلا بك يا استاذ شروق. ربنا يخليكي. انا والله انا مبسوطه. انا بنتي بقى لها فتره مع كابتن نورهان هنا بقى لها 8 شهور. هي بصراحه كانت داخله يعني ما لهاش اي حاجه ولا هي كان لها رغبه اللي هي ايه تدخل المكان هنا وتتدرب وكده. بس هي بصراحه كانت داخله هي دخلت اماكن قبل كده بس يعني ولا كان يعني ما اتعلمتش ما حصلش حاجه ما اتقدمتش كده. بس يعني لما جت مع الكابتن انا لقيت تقدم كبير قوي ولقيت اللي بنتي اتغيرت كتير كتير قوي. شخصيتها كلامها اسلوبها نفسيتها بقت حاجه كويسه ولها مستقبل كويس. يعني الكابتن نورهان عملت معها انجاز كبير بصراحه. يعني ده حاجه انا اقول بقى اللي انا متمسكه بيها لحد ان شاء الله لاكتر من كده كمان. مساندي ساندي عندها كم سنه؟ عندها 10 ما شاء الله. يعني انتوا بقالكم كم سنه هنا في اكاديميه دريم؟ بقالي كده حوالي 8 شهور. يعني بقالي كم؟ 8 شهور. طالعه بتقولي الكلام الحلو ده؟ واقول اكتر من كده كمان والله يا كابتن تستاهل كل خير. والله يا جماعه والله العظيم بنتي يعني بصراحه حقيقه يعني مش شو اعلامي. هي الاستاذه شروق طالعه يعني هي اللي طلبت وقالت انا عايزه اطلع اقول كلمه في حق هذه القياده الجميلة دكتور نورهان محمد مدبولي. يعني بنتك أخبارها إيه؟ في تقدم في اللعبة؟ خدت بطولات؟ هي لسه إن شاء الله داخلة الموسم ده في شهر 11 إن شاء الله. بس هي كانت داخلة مسابقة قبل كده وخدت فيها شهادة واتكرمت فيها. دخلت اللي كانت في مسابقة في القاهرة وخدت شهادة من المنصورة من شباب الرياضة. وان شاء الله انا مدخلها الموسم ده اللي هي ان شاء الله تكمل. يعني انتوا الاهالي والاسر سيدات عظيمات يعني على مدى الشوف ما شاء الله الله اكبر. كل الامهات يعني كل الامهات حتى اللي معاها بيبيهات صغيره لسه بترضع جايبينهم وجينا عشان يشوفوا اولادهم وسندهم ودعمهم. فدي حاجه في حد ذاتها حاجه كويسه ان الولد او البنت بتبسط جدا لما بيشوف امه بتبص عليه من بعيد ودايما في ظهره عشان توصليه لبر الامان. ايوه انا بصراحه يعني انا الموضوع انا ما كنتش واخداه جد قوي كده بصراحه. يعني انا الموضوع اللي بنتي كانت حابه الموضوع. فانا لما جيت في وسط الناس هنا ومع الكابتن فانا حاسه ان انا اللي عايزه كده قبل بنتي. يعني بصراحه يعني اللي انا حاسه ان انا ابقى عايزه في وسط الناس دي واللي انا ابقى يعني اللي انا اشوف حاجه كويسه. اللي بنتي بتبقى حاجه وحاجه وحاجه وبتكبر قدامي وبتبقى حاجه كويسه وتبقى مثلا حاجه مستقبلين كده اللي هي بتدعم نفس انا. اتمنى ايه لساندي لما تكبر؟ عايزاها تبقى ايه؟ ولا هي ساندي عايزه تبقى ايه؟ هي ساندي عايزه تبقى دكتوره. انت موافقاها ولا كنت يعني ليكي هدف تاني؟ لا انا موافقاها. مدام شروق انا بشكرك طبعا وبشكر اللقاء المميز مع اختنا ام ساندي داخل هذا الطرح العظيم هذا الكيان الكبير اكاديميه دريم برعايه دكتور نورهان مدبولي. شكرا يا مدام شروق ونتمنى لساندي ان شاء الله التوفيق ومزيد من التقدم وتشوفها احلى دكتوره واحلى عروسه باذن الله. شكرا ليكم مشاهدينا الكرام.